يسعد لي صباحكم. طبعا عندي تنصيم في الهيدرز، طبعا ما بين الماكينة والهيدرز يكون موجود جاز جيت، هذا كمان هو تلاحظوه تشوفونه. فالتنصيب من 100% بيكون منه ان شاء الله. راح افك هذا الشغلة كلها، الانتيك مع التروتر مع الثلاجة مع الانجكترات، ونزل الهيدرز وبعدين تشوف الاشكالية هل هو فعلا من الجاز جيت او الهيدرز النظام يعني ما متساوي. خليكم وياي وتابعوني. طبعا الخطوة الاولى نفك الانتيك. طبعا الحين لحالي وصور لحالي راح افك الانتيك اللي هو فلتر الهواء، وبعدها بكملكم الخطوة الثانية. طبعا فكاكة بسيط جدا بسيط، 3 بلوط مسامير داخل، تفك الكليبات 3 تحصل 3 مسامير تحت الفلتر داخل، وتنزعه من فوق ويطلع عندك الفلتر الهواء. طبعا هذا حبة رقم 13، وتفك بها 3 براغي، هذا البرغ الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، بعدها ينتزع عندك الفلتر. وخلاص ترجع تشيل هني. طبعا هو افضل لك، اللي بيقول ما يحتاج ومن شو، لا لا بالعكس يحتاج افضل اساس توسع على عمرك. انا اللي بيتعبني هال3 براغي من دي لمت الباور، وايد وايد متعبات، لكن ان شاء الله الامور طيبة. طيب هني تشوفوا خلاص نزعنا الفلتر، انت تنزع فيش الحساسات الثلاثة، وبعدها تنزع الكيبل طبعا جدا بسيط، ترفع على فوق فتحة البوابة وبعدها تنزع. معليش اصور هذا لحالي انا شوي صعب. حاول قدر الامكان اني اصور لكم انه وانزع، لكن واضح انه صعب. وهذا هو انتزع، بس مجرد انك ترفعه فوق. افك فروتر بودي وارجع لكم. طيب نزعنا فلتر الهواء ونزعنا فروتر، هذا قاعدة الكيبل اللي هو الريس، ونزعناها وصابيها بعيد. طبعا لا تنسوا تنزعوا صبع البطارية السالب. الحين نكمل، الحين عوفوكم من هالشغلة كلها واشتغلوا على الباور. النظام الباور عندي جدا خايص، مغلوق من كل الجهات، فما عندي مكان ضيق جدا ضيق على اساس اني اشيل البراغي 3، راح اشيلهم وارجع لكم. نعم طبعا لا تشيلوا الباور، ترخى السير البلت، طريقة رخاية جدا بسيطة، ترخى البولي بالاول وبعدين تنزل من الميزانية. طبعا ما بعد ما حليت سبانة رقم 15 البلي او ارخيت، اجي على الوازنية، برغ الوازنية اللي هو هذا، وثبت عليه سبانة رقم 15 وارخي السير لحد ما يرتخي واقدر انزل السير، وبعدها افك البراغي مال الباور واخلي الباور ماكينة الباور على جانب عشان اقدر اشتغل عليها. العملية جدا بسيطة، اتبعها خطوة بخطوة امورك طيبة. على فكرة الفروتر يمكن تقدر تقول ما محتاج انك تنزله، لكن فقط انك من تنزله تقدر تنظفه. خلونا نكمل وارجع لكم ان شاء الله. طبعا هذا هو رخيته خلاص،
مجرد اني اشيلها بطلة، ما يحتاج كامل يعني، بس ارخاون اصيبه هنا كذي الامور مرة 100%. اقولت شباب فانتاستيك حلو. تجي تشيل، انا طبعا عندي 4 براغي، 3 في هالجهة وبرغي هنا في هذه الجهة، لان هذه اعتبرها هجين هذه الماكينة. فراح افك البراغي ونزل ديناموت الباور على جنب على اساس انه اقدر اشتغل على مسطرة الانجكترات وباقي الكيبلات، وبعدها افك البراغي مال الثلاجة. خلكم وياي يا الربع. طبعا الحمد لله العملية ما اخذت مني حتى 3 دقائق، حليت البلطين بس بعنا رقم 13. والله ما ادري هي ظاهرة عندكم، المهم رقم 13 هذي لهم ثنينة. وحليت الثالث بس ما رقم 12. طبعا معظم الشركيات اي في هول 3 هول عشان تقدر تشتغل براحتك، هذا هجين من دري سالفته بالضبط. فالامور طيبة الحمد لله رب العالمين. بعدها ننتقل على المسطرة. طبعا هذا له سبانة خاصة الحين مرويكم في مقطع ثاني. طبعا عشان تشيل الكبسة حق البترول البنزين تنزع الكليب وتجيب هذا السبانة، سعرها تقريبا 4 ريال عماني هالطول. تاخذ القياس اللي هو قياس اللي اتوقع ما خاب ظني هو هذا. تجيبه وتركبه، لا حول اعوذ بالله، صل على النبي الربع. انا امشي وارجع اكملكم. طيب تجيب هي اللي الابيض كبس حق الكبس وتدخله جوا. طبعا جدا بسيط، لكن عاد الحين انا اصور محتاج اني استخدم اليد التنتين. بفكه وبرجع لكم. طبعا ليصل عن آلية العمل تشوفوا هني، هني حلقة دائرية، فهذه ادي جوا لي تشوفونه تدخل وتبطل يعني تخليه ينفصخ. يعني فهموها عاد انتم بروحكم لحالكم. المهم بطلناه، بعدها بطل الانجكترات ويا الليات حقهن. خلاص انتهى عملها، سعرها غالي وعملها مرة واحدة. الحين الرجال شيل الليات كامل، شيل اللي فيش الباقية حق الانجكترات، شيل المسطرة كامل عادي، كل هذا الاشياء عادية اشيلهم وارجع لكم. طبعا هذه المسطرة بكويلاتها، استغفر الله بانجكتراتها والكيبلات الانجكترات هذه هي رفعتها فوق. لا تقول تتلخبط وتحاته يا اخي، خلكم شباب خلكم ايزي. لما تبطلوا اذا ما عرفتوا تريعوا كيبلات ولا حاجه مكانها، خذوا لكم صوره قبل او رقموها. الموضوع جدا بسيط، ما انه مستاهل يعني انك تدخل جراج على من 15 الى 25 ريال على تبديل غاز جيت او بتركب هيدرز. خلك كول يا حبيبي. طبعا هذه الثلاجة وفكيتها، لكن عيفتك ما براها يعني بضراب وزور ومحنة افتكت، وسبب هذا البلط تشوفونه. يعني ما اقدر ادش السبانة من تحت بحكم الهيدرز، تعبني كثير. لكن يلا الحمد لله، تورة عهولت الهنود وافتكت الثلاجة اخيرا. وهذه الثلاجة ويلا باي باي لندن برا.
وهذا هو الهيلرز. طبعا هني اشوف اسود كربون تشوفونه، فمني التنصيم، تنصيم من هالجهة، باقي كل اموره السيستم روب. فاتوقع اني محتاج اني ابدل جاز جيت، مع انه والله اشوف انه طيب. يلا هدور الجاز جيت ونرجع للطبخة. نفك الهيدرز، لا فرجعت شوف الجاز جيت زي ما زي. طبعا ما صورت لكم كيف تفك الثلاجة بحكم اني انشغلت فيها. هذا البرغ الاول ماسك بين الهيدرز والثلاجة، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهذا السادس. تفكون انه تطلع عندكم الثلاجة. هذا هو الجاز جيت، تهريب مني ومن هذا. تشوفون السواد، هذا الاسود، هذا مني تهريب، كان تنصيم. نفس الشيء هنا شوية وهني أكثر، محتاج أبدل الجاز جيت. نفس الشيء أركز، أركز زين زين تتيت. والله إنه شكله هو الهيدرز من صيده، شكله رد المنفول وكالة. لا ما من الهيدرز، ما من الهيدرز. من الجاز جيت ان شاء الله يضبط. شري له جاز جيت ثاني واطبقه. وهني خلصت هذا الحلقه. ادعمونا باللايك يا شباب، لا تنسون تدعمونا باللايكات والاشتراكاتكم الطيبه. الحين صناعيه هاي، شري الجاز جيت القديم وهي ريصه الصناعيه. ندور الجاز جيت، كان بالحصول صناعية الصهر. انت روح داخل. وهذا هو الجاز جيت الجديد، وهذا السيليكون جيرماني صراحة ممتاز، هذا ممتاز. ان شاء الله ما بطبقه اليوم، بطبقه باكر. انا عندي سيارتين بجيب، ما اني محتاج له عن شيء ضروري اليوم باكر، في عندي اشغال تاني. اخلي كل شيء على حاله وبغطي الفتحات والامور طيبه ان شاء الله. ويلا ارقد ارقد لين باكر. هذا هو الموتر، خلص بعد ما ركبت الجاز جيت الجديد مع السيليكون. ان شاء الله الحين ما عاد في تهريب ابدا او تنصيب. هذا هو الجاز جيت القديم. الأمور طيبة، طبعا كل شيء بسيط يا شباب، ماشي شيء اسمه صعب، كل شيء بسيط، اشتغلوا بإيدكم. يعني هذا الشغل لو اشتغلت به، لو وديته جراج ما أقل عن 20 ريال عماني بياخذ. الحمد لله رب العالمين، هذا 20 ريال عماني باخذ فيه معدات جديدة، تول، باخذ فيه الحاجات، أو خلف البنزين للبترول. هذا هو الموتر. الحمد لله رب العالمين. اذكروا ربكم يا شباب، اذكروا الله، صلوا على النبي.